ينبغي أن يعلم أن فضيلة العمرة في رمضان فضيلة ثابتة بقوله، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قصد مكة في رمضان للعمرة، إنما جاء لفتح مكة في العام الثامن ولم يعتمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يصح عنه كما ذكر جماعة من العلماء بالاتفاق، لم يصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، فهي سنة ثابتة بقوله. وهذا يعني يوسع لأولئك الذين قصرت قدراتهم عن أن يذهبوا إلى مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى مكة للعمرة في رمضان، فمن لم يستطع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأكرمهم عند الله تعالى شرع ذلك بقوله في حديثه لهذه المرأة، ولم يكن ذلك من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع كونه مسابقا إلى كل خير. فلهذا ينبغي أن توضع الأعمال في إطارها، وأن لا يبالغ بها حتى يظن بعض الناس أنه إذا لم يعتمر في رمضان فإنه لم يأتي بما ينبغي، أو أنه خل بما ينبغي بما يجب أن يفعله، أو أن رمضان ناقص، أو ما إلى ذلك من الأمور التي تأتي حقيقة نتيجة اكتساب الأمر على وجه الاعتياد، وهذا غلط كبير.